دايما ببدا ببسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. حبايب اشطر كتكوت متابعين قناه المشوار مع رحمه، انا فين؟ انا في حديقه الميريلاند في مصر الجديده في بازار لميس، بازار كامل متكامل في جميع انواع الحاجات اللي انت ممكن تحتاجيها. خليكم معايا هنقول لكم جوله كامله بالسكاشن اللي موجوده كلها، ونعرف البازار في ايه وبيتكلم عن ايه واسعاره بتقول ايه. هو ده بازار لميس. السلام عليكم، اخباركم ايه في البازار؟ يعني الاسعار ايه مقارنه؟ كل الكلام اللي قالته اسعار جميله جدا جدا جدا. والموديلات الخامات والموديلات جديده ولا قديمه؟ والبازار تحفه. ان شاء الله نخش نشوف الدنيا فيها ايه. ماشي، مع السلامه. اهو سكاشن زي ما احنا شايفين، شامبوهات وسكين كير، نظارات، هدوم اطفال، هدوم رجالي، بديل سجاد، كل حاجه هعرفها لكم بالاسعار دلوقتي. انا فين؟ بازار لميس، حديقه الميريلاند، مصر الجديده. انا عارف الصف بتاعك اللي هو بتاع 5 5 تمام. متواجدين كل يوم من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 2 بالليل، اخر ميعاد للبازار يوم الاحد بامر الله. ده عامل كام هنا ده؟ هنا برضو النظارات دي بتبدا من 150، من 99 لحد 150. ايوه ايوه، اشكالها منزي جميله قوي. بصوا هنا برضو ده ب 150. هنا برضو عامل 400. اي قميص من دول الالوان الصيفي دي عامله 400. دول 150. دول 150 يا جماعة. أي حاجة من ده برضو عامل 550. ما هو قماشته باين عليه 550. طيب والقميص ده الشميز ده برضه 550. 550 550. طيب وده بعد اذنك 400. والدريس ده برضه في منه مقاسات عامل 400، في منه الالوان دي. اي حاجه هنا عامله 150. البنطلونات دي عامله 150. يلا مين هنا؟ 150. والبنطلون ده برضو ولا ده قميص؟ ده قماشته تحفة، ده عامل برضو 150. اديني 50. والبنطلون الجينز ده باللون ده عامل 150. 150. احنا فين يا جماعة؟ احنا في بازار لميس، حديقة الميريلاند في مصر الجديدة. متواجدين كل يوم من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 2 بالليل، آخر ميعاد ليهم يوم الأحد بأمر الله. بصوا القميص اللي هو مدي على الجنس ده عامل برضو 150. 150. عنده ده ما شاء الله تشكيلة حلوة. هنا البنطلونات الجينز، البنطلونات الجينز دي كلها بمقاساتها عامله 150. وده الهاي وست بتاعه اوريجينال ب 150 الكارجو. حلو، 150. يلا ب 150. ده اللي هو الشالستو.
ب 150 اهو 150 ده سمول سمول هيبقى حلو على فكره. بص يا جماعه ده اللي هو من زارا البراند بتاعه 150 اي بنطلون من ده 150. بص هحاول اجيب لكم سيكشن سيكشن كانكم متواجدين في المكان بالظبط. يلا ب 150 بكام ده لو سمحت الابيض 450. هي بيك سايز. ايوه بس هي بيك سايز يا ام اس بي سايز. طب مفيش الوان تانية اشكال فيها؟ طيب والعبايه دي غاليه قوي. والعبايه دي ب 300 الطرحه بتاعتها. دي بناطيل فردان. والترنجات. والترنجات. ده مثلا. ده بري مارك الماني 250 بدل 400. 250 بدل 400. ده يلبس كام سنه ده؟ 6 من 6 ل 7 سنين. شكرا. ده ب 500. طيب واللي بعده ده؟ كل ده 500. اي كارد؟ اي كارد من دول 500. اي واحد من دول عامل 500. اي واحد من دول. بص التفاصيل بتاعته عامل كم من هنا؟ 400. اي كارد من دول بتوع الصيف دول عامل 400 بس واخره هنا بس دول 400. نعم دول 400. ده سعره 500. اي كارد 500. كام ده؟ اي دريس 600. اي بلوز اي شميز 400. طب واللي هم دول اللي عاملين زي الكتان دول 600. الكتان دول 600 مش عاملين زي الكتان. هم فعلا كتان صح؟ دول 600. والجيب دي لو سمحت 400. طب والبلوزه دي 400. قالت لك عامل كام ده؟ عامل كام ده؟ 600. 600 ده عامل 600. في هنا برضو المبخرة بال في حاجات اللي هي المكرمية دي. هو عندي قطعة. في الدراسات دي عاملة 120 من أول ما قاس سنتين لحد كام سنة؟ لحد ما قاس 7 سنين 120. ده اتش اند ام 170 120 صح؟ 120. والإسدال ده عامل 300 بلا 6 صح؟ يبقى حلو على ده. ده عامل كام ده؟ 170. 170. الدرس ده عامل كام؟ 430. الشورت الاطفالي ده برضو عامل 200. ودي عامله كام دي؟ 200 برضو. هنا القمصان الرجالي عامله 125. كل الاستاند ده عامل 125. القمصان الرجالي دي عامله 125. اللي هو ده 125. علي بقى انا حاسب بره. التيشيرتات دي عامله 200.
لكمش ليه؟ احمد تعالى بره. ليه عرض الحاجات دول؟ عاملين كام دول؟ بمية. اللي هي بتاعت السبورت دي، البنطلونات بتاعت السبورت دي عاملة 100. عامل 100. انا عايز اقول لك منها دلوقتي بقت شغال، يعني قبل كده كان عندك وقت تطلع زي ما انت عايز. ايوه عارف انا عايز في هنا اي حاجة عاملة 100 برضه. اي درس من دول عامل 100. ده عامل 150؟ 100. 100؟ اي حاجه من 100، اي حاجه من 150، اي حاجه من 200. هنا 150 اللي هو الطقم كامل صح، شورت بالتيشيرت بتاعه 150، وده كده عامل 150. طيب والتيشيرتات دي اول واحد دي 250. 250 تمام. البنطلونات دي 250. ميتين وخمسين منه الاسود بتاعه. في رجالات شفناها هناك فقال لي هنا برضو اي حاجة عاملة 200. دي 250 اللي هي الشكل بتاعه. اول واحدة 400 اللي هي الكف اللي هي دي. ودي 350. دي الزرقاء دي الزهري عاملة 350. وال اللي هي في النص دي عاملة 350. دي عاملة 350. طيب ودي؟ دي عاملة 600. ودي عاملة 600. جورجي مالو؟ جورجي فين؟ انا اهو. السود اللي وراها؟ دي عاملة 400 وفي منها الاسود. تمام. ولا هي اللي عامله 200؟ 200. ماشي شكرا. ده عامل كام ده؟ 450. 450. لو ليك انت 450 برضه في منه الاسود بتاعه اهو. ده اه شاريه من عندنا. في منه السواري ده. عامل كام السواري ده لو سمحت؟ 450. 450. الشنطة عليها الباركود. كم ترنجات الأطفال؟